اوكي، اذا نبلش في تشابتر 11 و derivatives للlogarithmic functions. نتذكر مع بعض تعريف اللوغاريتميك فانكشن. هلا في عندنا حاجتين هون لازم تكونوا عارفينهم. اول حاجه في عندنا شيء اسمه بالنسبه للlogarithmic functions، في عندنا حاجه اسمها natural logarithmic function اللي هو اللوغاريتم الطبيعي، والقاعدة له إنه هو عبارة عن إيش؟ y تساوي ln x، واللين طبعا الدومين اللي له لازم اللي جوا اللين يكون موجب، وبالتالي لازم x تكون إيش؟ موجب. هلا الـ natural logarithmic function هي القاعدة تبعتها باختصار، يعني هي قاعدة الـ إيش؟ القاعدة للـ natural logarithmic function، وبالتالي الإشي المهم هون كيف أشتق هذا الناتشرال فانكشن. فبقدر اشتق بهي الصوره طبعا. لما اجي اشتق الناتشرال فانكشن واي فتحه، بيجي بحط كسر، بكتب اللي جوا اللين، اللي جوا اللين بحطه في المقام ايو اكس، فوق بشتقه. شو مشتقة الاكس؟ واحد. فمشتقة لين الاكس بحط في المقام اللي جوا اللين، وفي البسط مشتقة المقام. هلا كخصائص سريعة لل natural logarithmic function، طبعا احنا بنعرف انه رسمة اللين بما ان الدومين اللي له موجب، طبعا الرسمة اللي له بهي الصورة رح تطلع رسم تقريبي. فهي رسمة y بيساوي ايش؟ لين ال x. لاحظوا ان الدومين اللي له موجب، والدومين اللي له كل الاعداد الحقيقية يعني من الصفر وطالع، فالدومين اللي له هو عبارة عن من صفر لما لا نهاية، نفس المكتوب هون شايفين كيف هي من صفر لما لا نهاية. وأيضا بعض الخصائص اللي تعلمناها لللين اللي هو مثلا لين عند الواحد بيساوي صفر، وأيضا إذا بروح عند الإي أيضا لين الإي واحد، والرينج لإله طبعا الرينج زي ما احنا شايفين من ناقص إنفينيتي لا انفينيتي، اللي هو الرينج ناقص انفينيتي لا انفينيتي. طيب اذا اهم حاجه كيف اشتق الناتشرال لوغاريتمك فانكشن واي فتحه تساوي ايش؟ واحد على اكس. هلا بدنا نشوف بشكل عام اللي هو الجنرال لوغاريتمك فانكشن. هلا بشكل عام الجنرال لوغاريتمك فانكشن او مرات بنسميه باختصار اللي هو اللوغاريتمك فانكشن بشكل عام. اللي هو عبارة عن y بيساوي log x للأساس a. هلا في هاي الحالة اللوج فيه طبعا تعريف اللي هو عبارة عن ايش؟ اللي هو عبارة عن لين اللي فوق على لين اللي تحت. عشان هيك في عندنا هون شروط. أول شرط لازم، الشرط الأول لازم اللي جوا اللين موجب، هاي أول شرط. الشرط الثاني اللي جوا اللين لازم يكون موجب. الشرط الثالث لازم المقام لا يساوي صفر، المقام لازم ممنوع يساوي صفر، وبالتالي a لا تساوي واحد، لأنه إذا a ساوت واحد، شايفين كيف؟ إذا a ساوت واحد اللين بصير صفر، فهي هي الشروط تاعت اللوج. إذا هلا بنقدر نستنتج إنه الاشتقاق تاع اللوج مش صعب، ليش؟ هاي واي فتحة، إذا بدي اشتق اللوج معناتها أنا باختصار بدي اشتق هاي الكمية، ما هو اللوج نفسه، شايفين كيف؟ هي. هلا لان الاي رقم، الرقم ما بصير بيطلع برا صح، فالمشتقه بصير كالتالي اللي هو هي انا عندي هون واحد على لان الاي، هذا رقم ما بصيبه، بضل عندي لان الاكس وانا بعرف مشتقه لان الاكس، بجيب اللي جوا اللين بحطه في المقام وفوق بشتقه. تمام، من هي القاعده اللي بنشتغل عليها كيف نشتق اللوغاريتميك فانكشن. لاحظوا ان اللوغاريتميك فانكشن هو يعني مور جنرال كيس. طبعا ايه هي اللي هون بنسميها الاساس، ايه اللي هون هي عباره عن الاساس بنسميها البيس، هاي ايه اللي هون بنسميها البيس يعني الاساس. هلا لاحظوا انه انا عندي هون واي بيساوي لين الاكس وحاله خاصه، بمعنى ايش؟ بمعنى لو جينا اخذنا اكزامبل بسيط، لو اخذنا اكزامبل وحكينا فيه مثلا نشوف مع بعض واي بيساوي لوج اكس للاساس اي، طيب بيطلع نفسه ايش؟ حسب القاعدة لين اللي فوق على لين اللي تحت
بس لان اللي تحت احنا شفناه لان الاي واحد، بظل الجواب ايش؟ لان الاكس. اذا باختصار لان الاكس اللي هو الناتشرال لوغاريتميك فانكشن، هذا هو عباره عن الناتشرال، الناتشرال لوغاريتميك فانكشن هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن اللوغاريتميك لما تقبل الاساس ايش؟ حاله خاصه لما تقبل اي تساوي اي، لما تقبل اي تساوي اي ساعتها نحن بنحكي عن ايش؟ اللوج، في هذه الحاله بصير هو نفسه اللي من الاكس، الناتشرال لوغاريتميك فانكشن. طيب اذا عرفنا مع بعض هلا كيف نشتق كل واحد منهم. هلا بناخذ اكزامبلز وتطبيقات مباشره، فخلينا نشوف مع بعض مثلا الاكزامبلز التالي. اوكي اكزامبلز، طبعا السؤال ايش بيحكي لنا؟ السؤال بيحكي لنا فايند واي فتحه، مثلا نطلع واي فتحه، نطلع المشتقة يعني first derivative y فتحة if مثلا رقم واحد، على فرض مثلا انه في عندي انا هون مثلا y تساوي مثلا x تربيع مضروبة في ln x، راح اطلع المشتقة. فانا بيجي بحكي هون في عندي على قاعدة الضرب الاول، هي بعتبرها الاول وهي بعتبرها الثاني، فانا بطلع y فتحة، بيجي بحكي الاول اللي هو x تربيع في مشتقة الثاني لأن الإكس المشتقة له، هاي إكس تحت مشتقتها فوق واحد، زائد الثاني لأن الإكس في مشتقة الأول اللي هو 2 إكس. فشو بطلع الجواب هلا؟ طبعا إكس مع إكس هاي بتروح، ظل الجواب هون إكس زائد اللي هو 2 إكس لأن الإكس. فممكن مثلا اطلب لو طلبت مثلا واي فتحة عند الواحد، لو طلبت مثلا واي فتحة عند الواحد بس معوض ايش؟ محل اكس واحد، بطلع الجواب 2 اكس في لين الواحد، بس هون لين الواحد شفناه قبل شوي صفر، فبطلع الجواب واحد زائد صفر، فبطلع الجواب واحد، اذا طلب منا مثلا. طيب نشوف كمان اكزامبل، لو شفنا رقم اثنين اكزامبل التالي. بدنا نطلع مثلا مشتقة، اذا كان عندنا مثلا واي بيساوي مثلا اكس تكعيب زائد لين الجذر اكس، نطلع ايش هلا؟ نطلع المشتقه، فشو بدي اسوي؟ اوكي بيجي حسب القاعده تطبيق مباشر، واي فتحه تساوي مشتقه اكس تكعيب هي 3 اكس تربيع زائد لين، بحط كسر هون، بحط اللي جوا اللين، هي اللي جوا اللين بحط جوا فوق مشتقه، مشتقه جذر اكس اللي هو عباره عن ايش؟ اللي هو عبارة عن واحد على اثنين جذر اكس. طبعا كيف؟ لأنه أنا بعرف إن اكس جذر الاكس هو عبارة عن اكس كوب ونص، وبالتالي إذا بدي أشتق جذر اكس بيجي بحكي هي نص، الاكس هو نص ناقص واحد، يعني بيطلع معنا نص في اكس هو سالب نص، يعني واحد على اثنين جذر اكس. هي. هلا بعدين شو بنعمل؟ ممكن أرتبها يعني أضبط هاي، هاي بيساوي ثلاثة اكس تربيع زائد البسط، أنا عندي هنا هاي البسط اللي هو واحد على اثنين جذر اكس، بحول هاي القسمة لضرب، ساعتها بقلب بقلب هاي جذر اكس على واحد، بتصير واحد على جذر اكس، فبصير الجواب النهائي ثلاثة اكس تربيع زائد واحد على اثنين اكس، لأنه جذر اكس مع جذر اكس بصير ايش؟ اكس كو نص مضروبة في اكس كو نص، ويساوي اكس كو نص زائد نص اللي هي عبارة عن اكس كو واحد. اوكي اذا هذا هو الاكسامبل الثاني. نشوف مع بعض كمان رقم ثلاث، مثلا لو حكينا مثلا f of x مثلا بيساوي على فرض مثلا لين x هو 4 ناقص مثلا 2x زائد 7، ومطلوب ان نطلع المشتقة، فبيجي بحكي f فتحة لل x، بما انه في عندي لين بحط كسر، كل هاي الكمية بتيجي في المقام x هو 4 ناقص 2x زائد 7، وفوق بشتقها بيجي بعطي المشتقة هون، فبصير 4 x تكعيب ناقص 2، لأن السبعة مشتقتها ايش؟ 0. طيب شوف مع بعض اكزامبل آخر، مثلا لو بنطلع مثلا إذا بكى عندنا مثلا g of x يساوي مثلا على فرض اللي هو عبارة عن ثلث لين 2 x كو 6 ناقص 3 x زائد 2 مثلا، يعني بدنا نطلع المشتقة لهي الكمية، فبيجي بحكي جي فتحة للإكس
بحسب القاعدة تساوي الرقم بالصفرش، اللين بحط كسر صح، بعدين شو بعمل؟ بجيب المقام تحت، هاي كل هذا بيجي في المقام، فبصير عندي 2 اكس هو 6 ناقص 3 اكس زائد 2، وفقط في البسط بشتقها، فلما اشتقها شو بتصير؟ 12 اكس هو 5 ناقص 3. هلا ممكن اطلع 3 على المشترك من البسط، فبصير معي الجواب كالتالي 1 على 3، ممكن اطلع 3 من هون، بضل عندي 4 اكس هو 5 ناقص 1 على ايش؟ 2 اكس هو 6 ناقص 3 اكس زائد 2، ساعتها بتشطب 3 مع 3 هاي، بضل الجواب النهائي اللي هو 4 اكس هو 5 ناقص 1، وتحت اللي هو المقام نفسه. طيب نشوف مع بعض مثلا سؤال اخر، تطبيقات على اشتقاق logarithmic functions. مثلا لو شفنا h of x يساوي كالتالي، مثلا على فرض انا فين هون لين مثلا 3x زائد 1 على 3x زائد 1، كيف اطلع المشتقه؟ فلاحظوا هون في عندي بسط على مقام، فبنطبق القاعده بتاعت القسمه، بمعنى انا عندي هون هاي المقام وهي عندي هون ايش؟ بسط. فالقاعده شو بتحكينا؟ المقام هي 3x زائد 1 في مشتقة البسط، بشتق البسط بس في لين، فبجيب 3x زائد 1 هون واشتق فوق كل شيء بتاع المشتقة 3. هي انا عملت ايش؟ المقام، هي عملت مقام وهي هي مشتقة البسط، هلا ناقص البسط مثل ما هو، بروح اشتق هلا المقام، المقام مشتقة 3x اللي هي بس 3. طبعا على ايش؟ على المقام تربيع. فشو بصير معنا هلا؟ واضح انه هذا الكسر اللي هون بشطب مع هاي، فبضل معنا الجواب التالي، في البسط بضل عندي بس 3 هون ناقص 3 لين اللي هو 3 اكس زائد 1 على 3 اكس زائد 1 الكل تربيع، هيك جاهز. وبالتالي قدرت نعمل ايش؟ نطبق القاعده بتاعت ايش؟ في القسمه. لو طلبت مثلا لو طلبت اعطيني مثلا اتش فتحه، لو هيك طلبت من السؤال اعطيني اتش فتحه مثلا عند الواحد، ساعتها وين ما في ايش؟ وين ما في اكس بحط واحد، فبصير ثلاث. بعدين لو حكيت مثلا عند الصفر، لو طلبت مثلا اتش فتحه عند الصفر، ساعتها ثلاثه فلين صفر زائد واحد على صفر زائد واحد تربيع، بطلع الجواب ثلاث ناقص ثلاثة لين الواحد على واحد تربيع اللي هي واحد، وتساوي 3 ناقص 0 على 1 ويساوي 3، لأنه لين الواحد قديش؟ 0. هاي تطبيقات ايش؟ مباشرة. هلا بدنا نشوف مع بعض كمان كيف مثلا ممكن نعطي اشتقاق للتالي. مثلا على فرض انه انا في عندي رقم 6 هلا، على فرض رقم 6 كالتالي، انه بدي اروح اطلع المشتقة بس باستخدام ايش؟ نستخدم اللوغاريتمي، يعني احيانا بخفف علينا لما ناخذ اللوغ للطرفين. قبل ما اعطي الاكزامبل بدنا نذكر مع بعض بس شويه ملاحظات، انه نحن بنعرف يعني بعض الخصائص تاعت الناتشرال لوغاريتمي فانكشن اللي هو واي بيساوي لين الاكس، بعض الخصائص لإله، خصائص لإله اللي هم كالتالي، هي هون بروبرتيز، بكتب ايش؟ بروبرتيز يعني خصائص لمين؟ ل y بيساوي لين x. مثلا اول حاجه انه اذا في عندي لين مثلا حاصل ضرب كم 200، تذكروا مع بعض انه هاي عباره عن لين الاول مضروب في لين زائد لين الثاني، يعني لين الضرب بتوزع بصير ايش؟ بصير لين الاول زائد لين الثاني. هاي بس بدي اعمل شير سكرين نشوف مع بعض. اوكي، اذا لما حاصل ضرب اللين شو بصير؟ نرجع نكتب properties of y بيساوي لين x. اول حاجه انه لين حاصل ضرب بيساوي لين الاول زائد لين الثاني، طبعا هون بشرط انه ايش؟ بشرط طبعا يكون انه هون ايش؟ x موجب y موجب لانه جوا لين صح؟ ايضا القاعده الثانيه نذكركم فيها انه اذا بقى عندنا قسمه مثلا،
سايتها لين اللي فوق ناقص لين اللي تحت، يعني لين البص ناقص لين المقام. ايضا الخصائص اللي بتكون عندي مثلا اكس كو واي، سايتها تقدر واي تطلع برا، بتكون عندي لين الاكس اللي هو الباور. وايضا اللي هو ممكن اضيف كمان خصائص كمان اخرى اللي هي مثلا اربعه، لو حكيت مثلا اللي هي عباره عن لين الاكسبوننشال ايكوال اكس، شو بصير في الاكس؟ تطلع لبرا، فبضل عندي لين الاي، نحن بنعرف لين الاي واحد بتطلع الجواب اكس. ورقم خمسه كمان ممكن نضيف مثلا انه ايكوال لين الحاجه، الجواب نفس الحاجه اللي هي عباره عن ايش؟ اكس. طبعا هون لازم تكون اكس موجبه لانها جوا اللين. هون اي اكس بزبط هون، طبعا هون فور ايفري اكس بزبط، فور اول اكس يعني بزبط. طيب هذا اللوغاريتم نفس الحاجة، يعني لو جيت حكيت أنا هون بدي أخذ إيش هلا بروبرتيز خصائص مثلا لمين؟ لمثلا واي بيساوي لوج اكس للأساس اي، طبعا نفس الحاجة هون، يعني هون أنا عندي هون اكس موجب وعندي هون اي لازم تكون موجب ولا تساوي كمان واحد عشان المقام ما يصفر. فنفس الحاجة بيجي بحكي أول خاصية مثلا اللي هي خاصية الضرب، مثلا لوج خاص الضرب اكس واي للأساس اي، بقدر أوزع بيجي بحكي لوج اكس للأساس اي زائد لوج ايش؟ واي للاساس اي. طبعا هون لازم تكون واي ايش كمان موجب. والقاعده الثانيه نفس الحاجه اللي بتقول فيني قسمه اكس تقسيم واي للاساس اي، بعدها هي عباره عن لوج الباص للاساس اي ناقص لوج المقام للاساس اي. ورقم ثلاث نفس الحاجه لوج مثلا اكس كو واي للاساس اي، واي تطلع لبرا وبصير لوج اكس للاساس اي. هاي مراجعه للي تعلمناه من خصائص اللوغاريتميك فانكشنز، وايضا ممكن نضيف عليهم كمان خاصيتين اللي هي عبارة عن ايش؟ لوج مثلا a هو x للاساس a، طبعا هاي الحالة شفنا احنا a بتطلع برا، فبصير الجواب الجواب بصير ايش؟ اللي هو x log a للاساس a، وهي كلياتنا بنعرف جوابها واحد، بطلع الجواب x. طبعا هذا الكلام صحيح for every x. هلا هاي هنا for all x، لان هون الاكس مش موجود جوا اللين. لاخر حاجه اللي هي رقم خمسه مثلا، ايضا مثلا اي هو لوج مثلا اكس للاساس اي، فالجواب هون راح يطلع معنا ايش؟ اكس. هذا كلام صحيح فور اول، لازم تكون اكس موجب لان اكس هون جوا اللين جوا اللوج الدومين، لانها لازم تكون موجب. ف نشوف مع بعض زي examples، بس هاي الاخر واحد، يعني مثلا شفنا زيها قبل اللي هو مثلا 2 هو log مثلا x للاساس 2، شو الجواب لها؟ هاي الجواب لها على السريع اللي هي عباره عن x، فاذا بحط محل x مثلا هون 7 بيطلع الجواب هون 7. كويس، فهذا هو التعريف الصحيح. هلا في كمان اللي هو اذا كان عندي انا مثلا y بيساوي log x للاساس a، اذا تتذكروا هاي سميناها اللي هو logarithmic form، بس بدل احولها لايش؟ لايش زي هيك اللي هو exponential form، اللي اجي احكي انه a قوى y بيساوي x، وهذا الشكل سميناه ايش؟ اللي هو exponential form. كويس، هلا بنشوف مع بعض كيف ممكن نستخدم هاي الخصائص على اساس تريحني في الاشتقاق. فمثلا لو بدي اجي اعمل اكزامبل بهاي الصوره، نشوف مع بعض الاكزامبل التالي. يوز مثلا لوغاريتمي بروبرتيز، يعني الخصائص اللي فوق نقدر نستخدمها مثلا to find مثلا y فتحه f for example، مثلا y تساوي على فرض انك عندي لين مثلا اكس. كويس، وهي الاكس مضروبه في كمان ايش؟ اكس قوى مثلا 5 ناقص 2 و10. لاحظوا، فانا بدي استخدم الخصائص اللي تعلمتها فوق. اول حاجه من الخصائص الموجوده فوق انه في عندك حاصل ضرب هون، هون في ايش؟ في هون ضرب، مظبوط؟ معناته بقدر احكي انه هاي عباره عن لين الاول اللي هو اكس زائد لين الثاني اللي هو عباره عن اكس قوى 5 ناقص 2 قوى 10. ايضا من الخصائص كذلك انه هاي العشره ايش؟ بدل اطلعها برا هون، صح؟ طب بصير جواب هاي لين الاكس
زائد 10. وهلا ولا في اسهل من اشتقاق، بيجي بعمل هلا واي فتحه، معناته واي فتحه تساوي طبعا لين الاكس، بحط الاكس تحت مشتقه فوق، زائد لين اكس قوى 5 ناقص 2، بحط اكس قوى 5 ناقص 2 تحت مشتقه فوق، 5 قوى اكس قوى 4، جاهز. فهيك انا ايش بصير معي؟ بس مضروبه عندي هنا في 10، فهي ال 10 بظل مثل ما هي هون مضروبه في 10. هلا بصير الجواب النهائي ايش؟ اللي هو 1 على اكس زائد 50 اكس قوى 4 على اكس قوى 5 ناقص 2، جاهز. فممكن يعني لاحظوا انه هنا استخدام الخصائص بيريح في الاشتقاق. ايضا ممكن ناخذ رقم 2 زي اكزامبل اخر هون، مثلا على فرض انه انا عندي واي مثلا يساوي لين بسطة مقام، وهون مثلا جذر تكعيبي ل 3 اكس زائد 5 مثلا على اكس تربيع زائد 11، طبعا هاي كلياتها هو ايش؟ هو 4. مطلوب مني اطلع المشتقة الأولى. أول حاجة هاي الأربعة أول حاجة بتطلعها وين؟ برا، بصير جواب 4 لين تحت إكس تربيع زائد 5، بقدر أضبطها هاي، هاي عبارة عن إيش؟ هو ثلث، هو 1 على 3، طبعا الواحد بيجي من هون، الواحد، الثلاثة برا. طيب هلا بعدها صار في عندي بسطة مقام، فبيجي بعمل التالي، هاي عندي 4 برا، وبدي أضرب أوزع حسب الخصائص، بصير عندي لين البسط، هاي البسط ناقص لين المقام حسب القواعد او الخصائص بتاعت الناتشورال لوغاريتم فانكشن. بعدها بقدر كمان مره اطلع الثلث لبرا، فشو بصير الجواب؟ 4 مضروبه في 1 على 3 في لين 3 اكس زائد 5 ناقص لين اكس تربيع زائد 11. هلا بعدها ايش بعمل؟ ببلش اشتق، طبعا هي لستها واي، لسه احنا ما اشتقينا. هلا لما بدي اشتق يا بطبق القواعد مباشره، اني انا بدي اشتق اللين، بيجي بعمل كالتالي، هاي الأربعة برا، الثلث بسيبهاش، بروح طلع واي فتحة هلا، لين شو مشتقة اللين؟ بجيب 3 إكس زائد 5 المقام، وبشتقها فوق، شو مشتقتها هاي؟ بس 3 ناقص، نفس الشيء لين، بحط إكس تربيع زائد 11 تحت، وبشتقها فوق بطلع إيش؟ 2 إكس. هلا بلاحظ إنه في عندي 3 هون بتشطب مع 3، وبضل علي بس أدخل الأربعة جوا هلا، بدنا ندخل الأربعة هلا هون، ندخلها وين؟ هون، شو بطلع الجواب؟ فالجواب 4 على 3 اكس زائد 5 ناقص 2 في 4 اللي هي 8 اكس على اكس تربيع زائد 11، وبالتالي نحن طلعنا ايش؟ المشتقه. هلا ممكن ناخذ ابلكيشنز، يعني مور ابلكيشنز، سواء على القيم القصوى او نشوف مع بعض امتى الفانكشن انكريزنج او ديكريزنج. فممكن نعطي المثال التالي، مثلا نشوف مع بعض اكزامبل. على فرض مثلا حكينا خذ هاي فانكشن اف اوف اكس بيساوي مثلا لين اكس على اكس، والسؤال ايش طالب منا؟ والسؤال طالب منا كالتالي، طبعا معطينا اكس موجب والسؤال، وبحكينا فايند مثلا واحد، فايند مثلا intervals where the function f is increasing. وبنشوف كمان رقم اثنين، اعطيني الماكسيمم أو المينيمم فاليوز اند بوينتس ان فاليوز اند بوينتس. خلينا نشوف مع بعض. فإذا بدنا نشوف الترند امتى متزايد امتى متناقص، ساعتها بنروح نطلع المشتقة الأولى. فإحنا هون بدنا نروح نطلع المشتقة الأولى حتى نفحص ونطلع الكريتيكال بوينت، وبروح نطلع المشتقة الأولى. لاحظوا أنا عندي هون إيش؟ بسطة مقام، فهي عندي مقام تربيع، بيجي بكتب هي مقام مشتقة البسط لين، كيف مشتقه؟ بحط هون اكس مشتق فوق واحد، هاي مقام مشتقة البسط ناقص البسط مشتقة المقام، مشتقة المقام اللي هي مشتقة الاكس اللي هو واحد، هذا مقام تربيع. طبعا بدي اجي اشوف هاي امتى بتساوي صفر، فبكفي البسط لحاله يساوي صفر. طبعا هاي سوري المقام هون مش واحد على اكس، المقام هون اكس صح؟ فبيجي بحط هون هاي المقام اكس صح؟ هذا هو المقام، هذا هو البسط. هلا بعدها شو بنعمل؟ بشطب الاكس مع الاكس، وعشان انا اسفر المشتقه بكفي اسفر البسط، فبصير عندي واحد ناقص لين الاكس على اكس تربيع، هي اسمها اف فتحه. فاذا بدي اياها تساوي صفر، المقام بيساوي صفر، بكفي البسط صفر. هذا الكلام شو معناه؟ معناته انه واحد تساوي لين الاكس، ف يا اما بجاوب شفهي، شو قيمة اكس اللين لإلها واحد؟ ممكن اجاوب شفهي على السريع،
هاي ممكن اجاوبها على السريع واطلع الجواب ان اكس تساوي اي لانه لان الاي واحد، او ممكن اجي احكي ناخذ اي للطرفين اي كو واحد تساوي اي كو لان الاكس. في هنا قاعده بتحكي انه دائما اي كو لان الحاجه قبل شوي شفناها هي عباره عن نفس الحاجه. فانا عرفت هلا انه اللي بسفر المشتقه اللي بسفرها هي عباره عن اي اكس تساوي اي، بس انا عندي الدومين من وين لوين الدومين؟ بس الدومين تبع ايش؟ الاعداد الموجبه. فبيجي بحكي عندي هنا الصفر من هون بوقت الصفر مش داخل طبعا، وبدنا نبحث في الشرطه المشتقه ايش؟ الاولى. فاذا بناخذ هلا ارقام مثلا تقول عندي هنا واحد ناقص اكس، فاذا بناخذ ارقام مثلا زي اي تربيع مثلا، فبدي اخذ رقم هون وخذ رقم زي اي تربيع بظبط، خذ اكس تساوي اي تربيع اكبر من اي، فبيجي بعمل بعوضه في المشتقه فتحه لاي تربيع بصير اللي هو واحد ناقص لين اي تربيع على اي تربيع لكل تربيع. طبعا المقام دائما موجب بيحترش، بطلع الجواب 1 ناقص 2 على اي كو 4، الجواب سالب صح؟ لانه 1 ناقص 2 سالب، بطلع كل الجواب اللي هون ايش؟ سالب. اذا اخذنا هون مثلا زي جذر اي، الانترنال اكس تساوي جذر اي، فاقص لين لجذر اي على جذر اي لكل تربيع ناقص لين اي هو نص 1 على اي، بطلع الجواب ايش؟ موجب، لانه 1 ناقص نص. ولاحظوا انه انا في عندي هون الكتران الفانكشن اف بيكون متزايد وبعد شوي متناقص على طول. إذا واضح إنه هون مش بس في عندي ماكس، واضح إنه في عندي أبسولوت كمان، لأنه فيش غيرها أعلى نقطة، يعني الإلكترون بوصل هون على شيء خلص بضل لازم تحت إنه. فأول حاجة بستنتج إنه الفانكشن إف زي ما أنتم شايفين، واي بار متزايد على الفترة من وين لوين إيش؟ متناقص على الفترة من وين؟ من إلى ما لا نهاية. هلا هيك أنا جاوبت على الفرع الأول من السؤال، وين الإلكترون له فترات تزايد وتناقص، هلا بدي أشوف وين في له أعلى قيمة وأقل قيمة. بدنا المينيموم ماكسيمم فاليوز، فعند اكس تساوي اي رقم 2، رقم 2 عند اكس تساوي اي هي عباره عن ايش؟ يس. وواضح انه في عندنا ايش؟ اذا هي كريتيكال فاليو والمشتقة عنها تساوي صفر، وهي على قيمه الفانكشن بصل على قيمه عندها، فواضح انه في عندنا ماكس هون. فبقدر احكي انه اروح اشوف انه اف الاي قديش بتطلع من اصلي، شو اسمه؟ الفانكشن معناته اف الاي هو عباره عن لين الاي على اي ويساوي لين الاي 1 على اي. فاذا شو بقدر احكي هلا؟ بقدر احكي انه النقطه انه الفانكشن اف اوف اكس هاز ابسولوت ماكسيمم مقدارها 1 على اي وتحدث اوكيرز عند اكس تساوي اي. اذا النقطه اللي انا بقدر اسميها نقطه ايش بهي الصوره اللي هي عباره عن ايش؟ اي 1 على اي هي عباره عن ايش؟ هذه النقطة اللي هي عبارة عن الابسوليت ماكس. هيك بنكون طبعا نحن ايش؟ جاوبنا على السؤال. هلا ممكن كمان يجي ابلكيشن زي اكزامبل مثلا، لو طلب منا مثلا فاين مثلا تانجنت لاين، اعطيني معادلة المقياس مثلا للالكترون التالي مثلا الاف اوف اكس بيساوي مثلا اكس تساوي مثلا 1. اوكي؟ هلا انا بيجي بحكي انه معادلة المقياس تانجنت لاين اذا تتذكر هي عبارة عن واي ناقص 4 0 بيساوي سلوب x ماينس x 0، هيك القاعدة. هلا أنا معطى معي x 0 اللي هي عبارة عن الواحد، اللي هي عبارة عن ايش؟ f عند الواحد، وبروح بعوضها فوق، فالجواب واحد في محل x وبيطلع الجواب صفر. إذا أنا بيجي هون بحكي، هلا بيجي بحكي هون هي y ناقص محل y 0، وهي عندي x ناقص محل x 0 اللي هي واحد. كيف بضل عندي سلوب؟ عشان أطلع سلوب m، m هو عبارة عن المشتقة عند x 0. ويساوي مشتقة عند الواحد، فأنا بدي أعوض الواحد هلا وين؟ في المشتقة، فلازم أول حاجة أروح أجيب المشتقة، فأنا كيف معني إيش؟ أنتم شايفين إكس لين الإكس، الأول هو مشتقة الثاني، هي الأول إكس، مشتقة الثاني، مشتقة لين الإكس اللي هو عبارة عن إكس تحت مشتقة فوق واحد، زائد الثاني اللي هو لين الإكس، في مشتقة الإكس اللي هي عبارة عن إيش؟ عن واحد، بطلع الجواب إيش؟ طبعًا لاحظوا إنه هون في عندي الإكس هاي مع الإكس هاي بتشطب. بضل عندي الجواب قديش؟ هلا بروح بعوض ايش؟ عشان طلع ستوب ام، بعوض ايش؟ اف فتحه عند ايش؟ عند الواحد، وبطلع الجواب واحد، بجيب الواحد وبحطه هون. اذا بصفي عندي ايش؟ بصفي عندي واي تساوي اكس ناقص واحد. جاهز. وبهي الصوره طبعا نحن بنكون ايش؟ حلينا السؤال. هلا ممكن نعطي كمان ابلكيشنز من ايكونومكس مثلا على الكوست، لو حكينا اكزامبل ابلكيشن او اكزامبل على الكوست مثلا. على فرض انه قلت لي مثلا ايش؟ على فرض انه معطى معي توتال كوست بهي الصوره. لو معنا توتال كوست اللي هو عباره عن سي اوف اكس بيساوي مثلا 18255 زائد 615 مثلا لين 4 اكس زائد 10.
اوكي. والسؤال شو بحكي طبعا؟ السؤال بده ايش؟ فايند اللي هو المارجنال كوست وين 100 يونت مثلا ار بروديوس. بشوف ليش تكلفه 100 انتاج، تكلفه انتاج 100 يونت من هاي الاكسس. فشو عمل السؤال؟ ايش معطيك توتال كوست؟ بده مارجنال كوست. طبعا المارجنال كوست ق التوتال كوست، بروح على التوتال كوست بشتقهم ل 18000 واشتقتها صفر زائد 615 مضروبه في لين، لين بحط كسر، بجيب اللي جوا لين في المقام بشتق فوق. شو مشتق عن ايش؟ بدي اضرب هلا اذا صفر على الاكس اللي هو عباره عن المارجن كوست، هو عباره عن 615 ضرب 4 اللي هي 2460 مقسومه على 4 اكس زائد 10، هذا هو المارجن كوست. هلا السؤال بيقول لي بدي مارجن كوست عند ال 100، ف عند ال 100 اوكي بجي بحكي انه المارجن كوست لما تبقى اكس 100 تساوي سي فتحه عند 100 وتساوي واذا في اكس ايش بحط؟ بحط 100، فبصير 4 2460 في البسط على المقام اللي هي 400، وجينا كمان 10 اللي هي 410، فبروح صفر مع صفر بضل عندي 246 تقسيم 41 فيها 6، ممكن استخدم الكالكوليتر وبالتالي بطلع معنا جواب ايش؟ 6 يعني ممكن نحكي بالدولار 6 دولار. طبعا هذا الجزء الاول من السؤال، والجزء الثاني what does it mean؟ what does one mean؟ شو معنى المطلوب الاول؟ شو معنى المطلوب الاول؟ انه طلع معي 6 دولار، هي 6 دولار شو يعني المارجنال كوست عند 100 يساوي 6؟ طلعوا المارجنال كوست عند 100 بيساوي 6 معناه انه هذا الكلام هي بحط رقم 2 هون، انه رقم 2 المارجنال كوست عند 100 يساوي 6 دولار. هذا الكلام شو معناه؟ means انه ال approximated cost means the approximated كلمة approximated مهمة، the approximated cost of producing the item او the unit اللي هي مقدارها 101 is 6 دولار. اذا هذا معناه المارجن كوست عند 106، معناته لو بنعمل ذا استيميشن لتكلفه انتاج القطعه رقم 101 بيطلع تقريبا تكلفتها 6 دولار. اوكي. طيب نشوف مع بعض كمان اكزامبلز على كيف نشتق اللوغاريتمك فانكشن بشكل عام. اذا نحط هون زي اكزامبل، هلا اكزامبل مثلا فايند مثلا واي فتحه اي مثلا رقم واحد، على فرض انه مثلا واي بيساوي واحد زائد لوج مثلا 10 قوة اكس للاساس 8، كيف اطلع المشتقة هون مثلا؟ هلا ممكن استخدم كمان مرة الخصائص مهم جدا، يعني هاي الاكس ممكن اجيبها احطها هون، سهل علي الشغل، فهي واي نفسها واحد زائد لوج 10 للاساس 8 مضروبة في اكس، صح؟ هلا تنسوش ليش ننسى يا جماعة انه لوج 10 للاساس 8 هي عبارة عن رقم، هاي كلياتها هاي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن رقم. يس نمبر. معناته إذا بنيجي طلع من الواحد صفر زائد مشتقة إكس مضروبة في الرقم بس باخذ الرقم. فبتطلع معي إن واي فتحة تساوي فقط ايش؟ لوج 10 للأساس 8. جاهز. هي المثال الأول. المثال الثاني لو بنطلع مثلا لوج 10 إكس للأساس 5. كيف بطلع ايش هون؟ بروح طلع ايش هلا المشتقة. فبيجي بحكي حسب القاعدة يعني اللي اللوج اشتقاق تبعها مش صعب، هي واي فتحة بتساوي أول حاجة الإكس تربيع مشتقتها 2 إيه؟ اللوج هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن بسط على مقام هون اللي تحت. إذا هلا أنا بدي أشتق هاي الكمية، فلما أشتق هاي الكمية المقام رقم، فبحط واحد على لين الخمسة بس بش رقم، بضل عندي إيش هلا؟ بضل عندي بدي أشتق اللين، اللين كيف بشتقه؟ بجيب بشتقه فبصير 3 اكس تربيع جاوبنا على السؤال، فوتا معي جواب 2 اكس زائد هلا ممكن نحط بهي الصوره 3 اكس تربيع زائد 10 وهي لنا الخمسه بس مضروبه في ايش؟ في اكس تكي زائد 10 اكس. جاي السؤال، فلو السؤال طلب مني مثلا اعطيني مشتقة عند رقم بعوض المشتقة. نشوف لو نشوف مثلا على فرض ان انا في عندي ايش؟ مثلا واي يساوي مثلا لوج جذر 2 ناقص اكس تكعيب للاساس 3 بطلع واي فتحه. فانا بيجي بحكي اول حاجه هاي اللوج هاي عباره عن بسط لين اللي فوق على لين اللي تحت هيك بحكي بحطها،
بعدين ممكن أسهل حالي شوي، أسهل حالي شوي، بيجي بحكي هي عبارة عن هي واحد على المكتبيات، بضل عندي هون لين، هي اثنين ناقص إكس تكعيب هو قديش؟ هو نص، لأن تحت الجذر. ممكن أطلع كمان نص برا قبل ما أشطك لسه، هاي النص ممكن هاي النص أجيبها برا هون، وبصير الجواب واحد على لين الثلاث مضروبة في النص مضروبة في لين اثنين ناقص إكس تكعيب. هلا هاي كلها رقم، هاي كلها رقم، بتأثرش على الاشتقاق قبل زي ما هي. فلما اجي هلا اطلع واي فتحة، بجي بحط هاي رقم واحد على اثنين لين الثلاث، رقم بضرب اثنين في لين الثلاث في المقام، حكيت لين بجيب اللي جوا لين بحطه في المقام فوق بشتقه، فبصير ناقص ثلاث اكس تربيع، فبطلع الجواب النهائي ايش؟ الجواب النهائي طبعا معنا مثلا حط الارقام جنب بعض، ناقص ثلاث على اثنين لين الثلاث مضروبة في اكس تربيع على اثنين ناقص اكس. فهلا ممكن مثلا يعني اثنين هاي ممكن حدا يرجعها جوا هون مثلا، فممكن نعمل زي اعادة كتابة، ناقص ثلاثة على لين ثلاثة تربيع بتصير تسعة، يعني طريقة أخرى للكتابة يعني، بس هي نفس الشيء يعني ولا إيش. فهذا كل ما يتعلق بسكشن 11.1، بتأمل تكون الصورة واضحة للجميع.